بفتح الخير على كل المؤمنين هنا وعلى النوبة بشكل عام، لأني في حقيقة الأمر لما يكون في اتحاد وفي اتحاد قوة، يعني طالما في اتحاد والناس بتلتقي عشان تعمل تنمية في مجتمعاتها، أكيد ده هيعود بالنفع علينا كأشخاص في الأول، وبعدين علينا كمجتمع نوبي وعلى مجتمع أسوان ككل. يعني في حقيقة الأمر تواجدكم هنا في المقر ده علشان نخططوا مع بعض، علشان نشوف نوبة أفضل، علشان نشوف أسوان أفضل، أنا بشوف إن دي رسالة سامية. يعني كتير جدا من الناس اللي بره السور ده مش متواجدين معانا هيخسروا لو هم فعلا ما تشاركوش معانا في العمل. أنا بكون سعيدة جدا بدعوة أستاذ عبده ودعوة حضراتكم ليا أو للاتحاد، يعني بكون في منتهى السعادة لما بشارك فعلا في ملتقيات زي الملتقيات دي بالأخص، لأني أي شيء بيجتمع عليه عدد كبير جدا من الناس أكيد في الآخر فعلا كلنا بنجني ثماره بشكل كبير جدا. أنا هتكلم بعد إذن حضرتك أستاذ عبده، بعد إذن حضرتك في ثلاث حاجات. الشيء اللي اتكلم عليه الأستاذ عبده مشكورا، ودور الاتحاد في الفترة اللي جاية، والدور اللي احنا منتظرين منكم كاتحاد نوبي وكمجتمع نوبي بوجه عام. والجزئية الثانية هتكلم في نفسي أشوف الاتحاد النوعي النوبي يعني في هذا المقر أو حتى في الدور لو تسمحوا لي. والشيء الآخر في يمكن مش يعني الأسبوع القادم، لا اللي بعده، في زيارة احنا عاملينها مخصوص مع إحدى الجهات المانحة للنوبة بشكل خاص جدا. فطالبة إن حضراتكم تساندوا الاتحاد الإقليمي بإن احنا نعرف نعمل للنوبة في الفترة اللي جاية حاجة كويسة. يعني دول الثلاث نقاط اللي سريعا هنتكلم عنها. فيما يخص دور الاتحاد وتشكيله للجان اللي بيهدف ليه بيها ان هو يعمل استقرار، احنا عارفين ان اي حد فينا اسواني نوبي او مش نوبي، مجرد ما بتروح اي محافظه بالتحديد في القاهره او اي محافظه اخرى، مجرد ما بتقول انا من اسوان بيعتبروا ان ده كارت تصريح للامان، للصدق، للهدوء، للسكينه. يعني ده الكارت اللي بتدخل بيه مع اي حد. غالبا كلنا ممكن تكون تعرضنا لده، ممكن تكون عامل مصيبه مثلا في القاهره، عديت مثلا من تحت بتاع المترو، مجرد مثلا ما تقول للظابط والله انا مصاب، يقول لك لا اتفضل، يعني ممكن يكون خطا غير مقصود، طالما انا قلت له انا مش قاصد، طالما انت من اسوان عدي، يعني كارت كلنا واخدينه بما ان احنا اسوانيين. طيب ايه اللي حصل لاسوان في الفتره الاخيره؟ في الفتره الاخيره وانا مش عايزه القي اللوم بس على الناس اللي هم مغتربين، لان انا برده مش ببص لها بالنظره دي. انا ببص للانسان هو في الانسان في الاخر، نوبي، عربي، جعفري، عبادي، بلالي، ايا كان، هو في الاخر بالنسبه لي بني ادم. طالما احنا كلنا بني ادمين وعايشين في نفس المجتمع، عايزين كلنا في الحقيقه، وده الهدف اللي بيهدف الاتحاد. احنا اكيد مش راضيين عن السلاح اللي انتشر، اكيد مش راضيين عن المخدرات اللي انتشرت، علشان كده احنا عاملين المبادره دي في الاتحاد الاقليمي. ازاي كلنا نتكاتف مع بعض علشان فعلا نرجع اسوان لاسوان لاسوانتها، يعني لطبيعتها الجميله اللي الكارت اللي احنا شويه بشويه عمالين نخسرها. ومحدش فينا اكيد راضي عن الخساره دي. يعني اكيد كل حد فينا بيتمنى ان احنا لو رجعنا بالزمن ل 10 سنين ل 15 سنه، بيتمنى ان اسوان تعود لطبيعتها مره ثانيه. ده ببساطه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فبدانا قسمنا يعني بدانا يمكن هنشتغل على نطاق المحافظه كلها، لكن في البدايه بدانا بمدينه اسوان ومركز اسوان. فاتفقنا في الاتحاد ان يتم اختيار مجموعه من القيادات الطبيعيه من الرجال ومن النساء، من الشباب طبعا من الجنسين، علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ان يكون عندنا في كل منطقه جغرافيه بعض الناس الحكماء اللي يتم الاعتماد عليهم، وليكن في حصل تعدي على القانون باي شكل، ناس اختلفت مع بعض، اي اثنين النهارده يا جماعه بيختلفوا مع بعض تلاقي انواع الاسلحه كلها طلعت، ولا كانك في شتامه مثلا، يعني حاجات غريبه جدا، اي خلاف صغير تلاقي جيران، حبايب واصدقاء، مجرد اشياء في الحقيقه غريبه علينا تماما. يعني ازاي عمرنا لو فرد او جمعيه او شخص مش هنستطيع ان احنا نوقف ظاهره هي منتشره على مستوى الجمهوريه مش في اسوان بس، لكن احنا في اسوان هي غريبه علينا، يعني احنا مش متعودين على الشكل ده، ولذلك بنتصدم لما بنشوف اي جريمه بتحصل قدامنا، يعني فعلا بنصاب بالصدمه. انا ببقى خايفه على ابني وبنتي وهم رايحين مثلا درس او رايحين الكليه او رايحين اي مشوار،
والله العظيم ابقى اقولهم وانتوا ماشيين في الشارع اذكروا كل القران اللي انتوا حافظينه عشان اضمن ان هم هيجيبوا السلام بعد ما يطلعوا. الكلام ده احنا في الاسلام ما كناش يعني الاحساس ده عمره ما كان بيجي لنا. دي النقطه الاولى اللي انتوا كاتحاد لازم يكون لكم دور بارز فيه يعني، وده اللي احنا بنامل ان انتوا تشكلوا لجنه تسموها لجنه المصالحات. اللجنه دي هي اللي تكون عضو في لجنه المصالحات اللي تكون موجوده في الاتحاد الكبير. لو وزعنا الجغرافيا بتاعه اسوان وبدانا نبص على الجغرافيا بتاعه اسوان شرقا وجنوبا وشمالا، النوبيين متوزعين في كل النطاق. فاحنا لما حتى جينا نشكل اللجنه قلنا ان هي مش هتنفع تكون يعني بدانا نحتار نشكلها عائلات ولا نشكلها مناطق، فلقينا ان كل التكتلات هي متفرقه. فاذا قسمنا البلد مربعات سكنيه، فانتوا لكم مطلق الحريه تختاروا الشخصيات اللي تروا انها لديها من الحكمه انها ممكن تتصدى للمشكلات اللي بتواجهنا في مصر. ده ببساطه الموضوع الاول. الموضوع الثاني اللي انا حابه اتكلم فيه برضو، مبروك عليكم المقر. المقر فعلا فعلا في الفتره اللي جايه زي ما قال الاستاذ عبده لازم يكون معبر بشكل كبير جدا على الوجهه النوبيه. بمعنى ايه؟ النوبه انا كنت حاضره في الاجتماع بتاع متحف النوبه كان اول امبارح. طبعا كنت في منتهى السعاده ان التراث النوبي والقصص النوبيه والتاريخ النوبي ينزل في المنهج بتاع التربيه والتعليم. ده شيء رائع، شيء جميل جدا. طيب هل ده وحده كافي ولا في دور مجتمعي برضو؟ انا متهيألي ان الاتحاد اقدر حد يقدر يعمل ازاي؟ انتوا عندكم من التراث الكبير جدا، طبعا يا استاذنا حضرتك شفت حضرتك وحضرتك بتلقي الكلمه، عندنا كتب كبيره جدا وانا قارئه للتاريخ النوبي ويعني وعندنا مكتبه صغيره في الاتحاد، لكن انا بدعوكم هنا كمان لازم يكون عندكم مكتبه مرئيه مسموعه مقروءه بتكلم عن التاريخ النوبي، بحيث انا حمديه جاي عايز اعمل اي شغل للنوبي، يبقى هو ده المقر اللي انا انطلق منه علشان اعرف تاريخ النوبه اشوفها اقراها اسمعها. يعني تبقى عندنا مكتبه ومن السهل ان انتوا تجمعوا ده بشكل يعني مش هيكلفكم فلوس، يعني مش هتدفعوا فيها فلوس، هتلجأوا لكل الاماكن الثقافيه وممكن تحصلوا على الكتب دي مجانا يعني ما فيهاش مشكله. وبعدين اي حد في حضراتكم عنده في البيت كتاب عن النوبه هو مش عايزه ممكن يتبرع بيه للمكتبه دي وكلنا نستفيد منه. طبعا الجزء الاخر التراث النوبي واحيائه و و دي من ضمن الاشياء اللي انا حابه يعني جنب الحاجات اللي قال عليها الاستاذ عبدو انها تكون يعني بامل ان انا اجي الاقيها ان شاء الله في الاتحاد. الشق الثالث اللي انا قلت لحضراتكم عايزه اتكلم فيه قبل ان انا ما اكونش ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي، لا الاسبوع اللي بعده في زياره جايه لنا من المعونه السويسريه. المعونه السويسريه نازله محافظه اسوان في الفتره اللي جايه ب 25 مليون دولار عشان تعمل تشغيل الشبكه، مشروعات كبيره جدا. تمام؟ طيب هم عايزين يشتغلوا فين بقى يا استاذ يوسف بالتحديد؟ ايوه ما انا عشان كده عايز اسال. بالتحديد وانا يعني انا بشكر الصحوه النوبيه، يعني انا لازم انا وعدت الاستاذ عامر ان انا مش هقول الكلام ده في ملأ كبير علشان كلام بجد خطير، بس لازم اقوله لان لازم الفضل يرجع لها. انا بشكر كل الحركات النوبيه اللي حصلت بعد الثوره. ليه؟ لان ما فيش حد وجه نظر المسؤولين كقيادات سياسيه او غير سياسيه او جهات تمويليه لاسوان ان هم يرجعوا فعلا يعملوا تنميه في اسوان غير الحركات النوبيه اللي حصلت، عشان بس برضه ايه كل حاجه ترد لاهلها، يعني الفضل في الاخر يرجع لها. بشكركم على الوقفات الكبيره اللي انتوا عانيتوا فيها واللي يمكن ناس كثيره جدا ما بينكم عليها، لكن انتوا كنتوا سبب رئيسي ان اسوان بشكل عام تتبوأ مكانتها مره ثانيه وسط المحافظات وتتحط تحت انظار متخذ القرار غصب عن اي حد. الشغل اللي انتوا عملتوه من بعد الثوره لحد النهارده في كتير جدا ناس اشتغلت عليه بس ما قدروش يعملوا فيه حاجه بجد. يعني انا واحده بشتغل في التنميه وعارفه وتماما عارفه كل كلمه انا بقولها. يعني كتير جدا من الناس اشتغل سنين قبل كده، انتوا عارفين التقارير التنميه البشريه اللي بتطلع عن محافظه اسوان او بتطلع عن اي محافظه اي ممول بيلجا لها هي علشان يدخل اي محافظه. اسوان كانت واخده مؤشرات قويه جدا في التقارير دي.
صحة مية مية وتعليم مية مية ونيجي نبص على الواقع، الواقع طبعا ما بيجيبش خالص. فانتوا في الحقيقة قعدتوا بالرؤية الحقيقية بالوقفات اللي انتوا عملتوها بالاحتجاجات اللي حصل بالفترة اللي فاتت، احنا بنشكركم واحنا مدينين لكم بجد. علشان كده زي ما قلت لكم ان احنا نستعب وعايزين من حضراتكم مصر وحضراتكم تكونوا معانا مشاركين بقوة. نبدأ نجهز للزيارة دي، احتياجات التهجير واللي حصل فيه والمعاناة اللي عندنا النوبيين واحتياجاتكم ايه في الفترة اللي جاية، علشان فعلا ينال النوبة في المنحة اللي جاية بقدر كبير جدا ان شاء الله، ده اللي احنا بنشتغل. شكرا، واسفة لو كنت اضغط على حضراتكم. Thank you.